مرات ذاك ذكرت. ابشر ابشر ابشر. في واحدة تقول ابو عبد الرحمن انت لك لزمة معروفة وانشودة، هذا خلق الله. إيه لا 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 خلنا خلنا هذه في الحج بعد في العمره هذه ابرز ما اعطهم بعد احتاج اعطهم شيء هذه وواحد في العمره اعطهم شيء ابشر هذه في العمره واحد ما شاء الله من اخواننا يوم قلتون عن اخواننا المصريين وحبيبين واحد سمين وبدين مره معه واحد مأجره يدفه في عربيه فواكه عارف العربيه حقت الفواكه كبيره وهذا قاعد فيه رجليه كبار ويبدو أن هذا فيه نوع من التحايل شوي لأنه حاطن جوا ملابس على سمين وبدين ومرة وفي واحد يدفه قبل يوم كانت الشبيكة اللي يذكر الشبيكة اللي عند باب الفتح وباب العمرة نعم معروف زحمة سوق وهذا يحاول يعني يطوف وكان يلحن يعني يقول هذا خلق الله ادوه منا لله هذا خلق الله ادوه من مال الله وهذا خلق الله ادوه من مال الله ادوه 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 من مال الله أنا راح نصلي التراويح أقول من ذا اللي مو بصاحي يعني إن الناس تمشي وزحمة وكانت الطرق يعني ميب مثل الحين وذا ما شاء الله مسلطن زين وهذا كل ما هدى اللي يدف حرك والفلوس فلوس درهمات طبعا ما في لا ستي سي بلاي ولا ما ادري الناس بريالات يعطون كاش 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 كل ما هدى اللي جالس مسوين كذا عشان كانه ما يدري يقول مسوي كذا يعطيه يلفته ياخذ من الكيس ويعطي اللي حتى يدف يشتغل يشحن يشتغل هي ذاك يبدا يعني لين عطاه يرفع الصوت ويغير في النغمات هذا خلق الله ادوه من مال الله هذا خلق الله ادوه من مال الله ويخلي اللي ما ودك نجيبه عندنا في ذي فكان فن فن انه طبعا انه اخونا وحبيبنا هاني مقبل وعيد الدوسري خذيت انا المقطع البسيط هذا وسويناه في مسرحيه بس هو انا ما اخذه من اخونا في الله اللي من حول 20 سنة تقريبا الله بس هذه قصة هذه قصة وقصيدة هذه قصة وقصيدة مرة من اللي انت قرأتها في الهاشتاك عندنا من أمهات المؤمنين أو شيء عندنا اليوم في بس بنأجلها للثلاثاء خلاص خلاص ودنا بقصيدة بعد أو قصيدة ولا